كيف نجعل ولايتنا أكثر جاذبية للاستثمارات؟ هذا ما حاول المشاركون في لقاء ولاة الجزائر مع محافظين مثلوا مقاطعات فرنسية. اللقاء الذي افتتحه وزيري داخلية البلدين أكد فيه كل طرف على أهمية التعاون المشترك لبعث ديناميكية تنموية. إننا اليوم نصب في الجزائر لتعميق اللامركزية والتحول نحو دور اقتصادي فاعل لجماعاتنا الإقليمية مبني على الاعتماد على الذات لخلق نشاطات اقتصادية وتنموية مستدامة. مسألة الجاذبية والتنمية الاقتصادية هما مسألتان مهمتان لبلدينا، وإن اختلف السياق فإن المفتاح يبقى واحد وهو التحريك المزدوج للاستثمار العمومي والخاص. حضر اللقاء 10 ولاة وستة محافظين من فرنسا، عرضوا فيه التجارب التنموية المحلية وأهم التحديات التي تواجهها في سياق تزامن مع مصادقة آخر اجتماع لمجلس الوزراء لإنجاز 11 منطقة صناعية للدفع أكثر بعجلة التنمية المحلية. تسهيل وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين الخواص خاصة، جعل وضع تصرفهم للعقار الصناعي بطرق يعني سهله جدا، ذلك بعد يعني التعليمات تاع 2015 لغات اللجنه الولائيه هذيك بما يسمى الكالبيرف. الان كل اجراءات يعني في ظرف زمني قصير جدا لا يتعدى شهر كل الاجراءات يعني تنتهي. أولا تفعيل إرادة سياسية، وثانية البحث عن الموارد المالية للقيام بها. نحتاج إلى المال والوسائل التحفيزية ليكون هناك التنمية في كل النواحي. على سبيل المثال ولاية بسكرة اطلعت على كل ما له علاقة في مجال التنمية والفلاحة والتركيز على وسائل البحث. نحن جميعا أمام نفس الصعوبات. أعتقد أن هناك روابط متميزة تتطلب تعزيزا أكثر بين فرنسا والجزائر. أما الانشغال الذي طرح للنقاش بين الجانبين فيكمن في تجاوز التفاوت المحتمل بين منطقة وأخرى من حيث الموارد الطبيعية المتاحة، تفاوت قد يكبح مسار التنمية. كل ناحية عندها خصوصيتها، ما إذا كانت ضعيفة في الموارد الباطنية كان هناك سياحة، كان هناك زراعة، وهذه القطاعين قادرين يعني يعطيوا اقتصاد هام لهذه المناطق. جعل ولايات الوطن أكثر حيوية في مجال الاستثمار لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة حقيقية لقدرات وخصوصيات كل منطقة لتوفير مناخ يستقطب المستثمرين المحليين والأجانب.